وطبعا مع تطبيق بيقول لك الحصري لقناه 10 وبرنامج صباح الورد بيعرفنا كل يوم الشوارع عامله ازاي. وكمان انا من الناس اللي مستخدماه على الموبايل، يعني اول ما اروح مكان ادخل اشوف المكان ده عامل ازاي. ده غير ان كمان على مدار الحلقه هيكون في اوتوماتيك ابديت لتطبيق بيقول لك كل 10 دقائق. تعالوا نشوف دلوقتي مع بعض الطرق اخبارها ايه. كوبري اكتوبر من مدينه نصر للمهندسين معظمه كويس، ما عدا من مدينه نصر للعروبه بطيء جدا. كوبري اكتوبر من المهندسين لمدينه نصر معظمه جميل، ما عدا من المهندسين لحد العجوزه واقف. كوبري 15 مايو من المهندسين لوسط البلد معظمه بطيء جدا، ما عدا من فندق الماريوت لوسط البلد شغال. كوبري 15 مايو من وسط البلد للمهندسين معظمه لطيف، ما عدا من وسط البلد لفندق الماريوت زحمه. صلاح سالم من المطار للكورنيش معظمه كويس، ما عدا من حديقه الفسطاط لكورنيش النيل واقف. وصلاح سالم من الكورنيش للمطار معظمه كويس، ما عدا من نفق الازهر لحد كوبري 6 اكتوبر ده زحمه. المحور من الشيخ زايد للمهندسين سالك. واخيرا المحور من المهندسين لزايد سالك. الحمد لله الحمد لله الحمد لله.